الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستقلين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، بإذن الله تعود الكتب التي كنا قد أوقفناها مدة من أجل أن يسعفنا الوقت بالانتهاء من سنن أبي داود رضي الله عنكم، ورضي الله عن أبي داود وعن أصحاب السنن، ورضي الله عن كل من عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم أهلها ورفع رايتها ونصرها وقمع البدعة. اللهم أمين رب العالمين. ونحن فضل من ربنا ونعمة يعني على مشارف وليمة انتهاء سنن أبي داود، ولله الحمد والمنة. تعود الكتب مرة أخرى. رضي الله عنك يا محمد، كنا نتمنى زيارتك، نجلس معك، عاوزتنا رؤياك من زمان بعيد حبيبي باشمهندس. رضي الله عنك حبيبي، عليكم السلام. كاتب يعود كتاب دكتور محمود رضي الله عنك، يعود كتاب جزاكم الله خير سعادة، يعود كتاب القواطع للأدلة للسمعاني، يعود كتاب رواية المختلطين في المدلسين، رواية المدلسين في البخاري، يعود إن شاء الله كتاب أيضا الضوابط القاعدة الفقهية عند الشافعية. بهذا نكون قد يعني عدنا للكتب، لأننا كما قلنا إذا ابتدأنا الله بكتاب يصعب علينا أن نسير دون الانتهاء عنه. ولعلنا كما قلنا بإذن الله سيكون الفجر أيضا دفع المنطق، نقد المنطق، إسقاط المنطق لبيان هؤلاء المتفلسفة الذين يزعمون أنهم يذهبون لمذهب الأئمة الأخيار الأبرار، وغوصهم في هذا العلم، العلم الذي هو أشبه بالسم الخفي. الفلسفة أو أهل الفلسفة وأهل الكلام وأهل المنطق لم يزيدوا الإسلام إلا شرا، ولم ينتفعوا حتى ببعض النفع الذي يكون في هذه العلوم التي أرادوا أن يتعلموها. سنبين ذلك ونتكلم عن نقد المنطق إن شاء الله أيضا سيكون بعد الفجر. شكرا لله على العود، وأيضا يكون رضي الله عنك حبيبي، عاوزتنا رؤياك إن شاء الله بإذن الله، أتشرف بذلك باشمهندس. وتعود كتب الأصول أيضا معا. وبهذا نحن بفضل على مشارف الانتهاء من الكتاب الثالث من كتب السنن، سنن صحيح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، أيضا سنن الترمذي. احنا ما عندنا إلا ربع العبادات فقط، الباقي على سنن الترمذي. والحمد لله أيضا قد أنهانا ربنا من كتاب آيات الأحكام، فستكون لي ما جمعا بين هذه الكتب. سنن النسائي يعني اليوم إن شاء الله، بس أعيدوا لي الجدول لأننا ناسي، هل اليوم القواطع للسمعاني أم اليوم ضوابط القواعد الفقهية؟ مع أن ضوابط القواعد الفقهية أعتقد أنها يوم الاثنين، والقواطع يوم الأربعاء، ومع ذلك أريد التأكيد منكم، المشرفون يؤكدون لي رضي الله عنهم. سنن النسائي باب تأويل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. روى المصنف بسنده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. إذن تعود الليلة إن شاء الله ضوابط القواعد الفقهية بإذن الله. الليلة نبدأ فيها بإذن الله تعالى مع المغني ومع تسير أصول الفقه. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رب اللهم ربنا لك الحمد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. نبدأها الليلة إن شاء الله. رضي الله عنكم، جزاكم الله خير. الأحاديث يا رب بإذن الله، بإذن الله. رضي الله عنك دكتور تامر، جزاك الله كل خير.
هذه الأحاديث أحاديث فيها مسائل فقهية مهمة، وهي مسائل خلافية أيضا بين العلماء. هذه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب تبعية المأموم للإمام. لذلك استدل بها العلماء، التبعية تكون للإمام فعلا حالا وقولا، حالا وقولا، حالا يعني مكانا. فالمكان مكان المأموم يكون خلف الإمام، مكان المأموم يكون خلف الإمام، الحمد لله أحسن بكثير، خلف الإمام. ولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، ولو تقدم المأموم على الإمام صلاته باطلة. إلا الإمام مالك قال إن دعت الحاجة إلى تقديم المأموم على الإمام صحت الصلاة، وهذا خطأ مبين. إنما جعل الإمام ليتم به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا الدلالة على أن الصلاة قد تبطل بذلك هو أن النبي لما صلى ابن عباس وقام عن شماله وهو مأموم أخذ من أذنه وأداره حتى يكون عن يمينه، دل عن هذا ليس موقف المأموم من الإمام، فلا بد أن يكون الموقف الصحيح إنما جعل الإمام ليتم به حالا وقولا. وأما قولا فهو أنه لا يقرأ حتى يقرأ، نعم، ولا 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 وأيضا لا يركع حتى يركع، ولا يقوم حتى يقوم في 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 الحال، ولأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبر. إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا عام أيضا مخصوص بالنية، فاختلاف النوايا لا ينزل تحت قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يقال أنه إذا صلى الظهر يكون المأموم يصلي الظهر، قد يصلي المأموم العصر الذي فاته اليوم الماضي ويصح ذلك، ولأن النوايا لا تخضع في التبعية. والدلالة على ذلك كان يصلي معاذ منتويا النافلة وخلفه يصلي منتويا الفريضة، والعكس بالعكس والعكس بالعكس. قال فإذا أتيتم فوجدتم الإمام يصلي فصلوا معه، لذلك قال فليصلي معه، قال فيا لكم فله فريضة ولكم نافلة ولكم نافلة، فاختلاف النوايا لا يؤثر في هذا الباب، فيكون هذا مخصوص من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، يعني إذا كبر للصلاة فكبروا خلفه، لا تسبقوه لا بتكبير ولا بسلام، ولا تسبقوه بركوع ولا بسجود. يا رب يرضى عنكم جميعا يا رب. وإذا قرأ فأنصتوا، هنا في قوله وإذا قرأ فأنصتوا هذا عام أيضا مخصوص، هذا احتج به المالكية والحنابلة على أن المأموم إذا صلى خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ مع قراءته، إن أعطاه فرصة لقراءة الفاتحة قرأ، وإلا ينصت وما عليه إلا الإنصات، لا سيما أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. قلنا هذا عام لكنه مخصوص، رضي الله عنكم جزاكم الله خير، عام مخصوص بحديث الذي مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يخالجنيها، من ينازعنيها، من يقرأ معي. فقال الرجل أنا يا رسول الله كنت أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وما أردت إلا الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تنازعني في القراءة، عندما أقرأ ما عليك إلا أن تنصت. لكنه قال، هذه الرواية مهمة جدا، قال إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فأمره أن يقرأ، ألا يقرأ خلفه وينصت على قوله وإذا قرأ فأنصته، إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فيكون هذا عام مخصوص بقوله اقرأ بأم الكتاب، ولأن النبي قال لا صلاة لأحد إلا بأم الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. سألة الثالثة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. احتج به الحنابلة والجمهور على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد، ولا يجمع بين الذكرين، يعني لا الإمام يقول ربنا لك الحمد بعدما قال سمع الله لمن حمده، ولا المأموم يقول سمع الله لمن حمده قبل أن يقول ربنا لك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا لك الحمد، وهذا قول الجمهور. ولكن الشافعية قالوا يجمع بينهما الإمام والمأموم، واستدلوا على ذلك بعم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، واستدلوا على ذلك أيضا بأن أبا هريرة صلى بهم، صلى بالناس، اسمعه إماما، صلى بالناس ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد.
فقالوا هنا ثم قال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله. يبقى إذن الإمام قد جمع بينهم، والمأموم مأمور شرعا أن يجعل الإمام إماما له ويأتم به فيدانيه فيحاكيه فيقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. وهذا القول هو الأدق والأسد، وهو الأسعد دليلا، وهو الأسعد دليلا في هذا الباب، أن الإمام المأموم يقولان سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، لا سيما وأنه شكر وثناء على الله جل في علاه، لا ينقطع عن إمام ولا عن مأموم، وهذا الحق في ذلك. أما الحديث الثاني قال إنما جعل الإمام ليتم به، ثم خصص بعد تعميم فقال فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصته. هذه المسائل الثلاث تتعلق بهذا الباب، وفيها كما قلنا أن قراءة الفاتحة تخصص قوله إذا قرأ فانصته، لأن هذا المترجم له. وإذا قرأ القرآن أي غير الفاتحة استمعوا وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا قرأ القرآن وعليك الفاتحة فاقرأ الفاتحة ثم استمع وأنصت لعلك ترحم. الفاظ مستنبطة. إثبات التخصيص للتعميم بالوحي، قد يأتي اللفظ على العموم يراد به الخصوص. الحكم لا يتأتى إلا بعد لم شمل الأدلة. الحكم الصحيح لا يتأتى إلا بعد لم شمل الأدلة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.